يقول الإمام السيوطي: وهذا صنف من قبيل فرض الكفاية في الأمة، يعني لابد في الأمة من وجود من يدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب له، لأن هذا يثبت وجود الله ويهدئ بال العوام ويجعل الناس عندها أمل، وبدون أمل فلا حياة. ولذلك هذا الصنف من الناس المتبتل المنقطع للعبادة الداعي لربه المجرب العارف كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى لابد أن يعود مرة أخرى وأن يظهر، لأنه موجود في كل زمان ومكان، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة، لكن يجب ينبغي أن يظهر للناس وأن يتصدر للناس وأن يدعو بالخير للناس، وتشعر الناس باستجابة الدعاء مرة أخرى حتى يعود الإيمان الراسخ الهادئ الهادي، ويعود قولنا: اهدنا الصراط المستقيم.